عايز اقول لك حاجه قبل بدايه المقدمه بتاعتي. كل سنه وانت طيب عزيزي المشاهد، وكل سنه واحنا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخواتي، عاملين النهارده لكم فيديو جديد. قبل الكلام صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، دعم لجبل الخطن الفلسطينيين، اللهم كلهم عون ونصيره. وحشتوني عاملين يا اخواتي، اخبارك يا حبي؟ مرحبا بك عزيزي المشاهد عند حبيبك حبيب الشعب. فقبل ما نبدا الفيديو عايز كل الناس تنزل تعمل لايك وتشارك قناه وتفعل زر الجرس كل ما انزل لك فيديو جديد يجي لك الشهر بتاع على طول. عزيزي المشاهد انا عايز اقول لك كلمه واحده بس، خليني اشوفك في العيد الاضحى. لو انت من اسكندريه او من اي محافظه ثانيه حاول تجي لي اول يوم العيد في سنه الصفر وبالتحديد. بخم بخم، انا اسف، عايز اشوفك، عايز اقابلك. وانا كلمت مستر محمد مسؤول من مسؤولين سان ستيفانو ان احنا اسفين على الابان اللي احنا هنعمله يوم العيد الاضحى اول يوم الساعه 6 المغرب الساعه 7 المغرب. انا مستنيك في سان ستيفانو بلا اسكندريه بقى خاص، هجيب كل حبايبك وتجيلي عشان هنصور فيديو وننزلوه. القصه الجايه في بدايه القصه، في بدايه قصه توما الجزء القصه الجديده. شعري 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 طم. بص يا ابن الحلال، احنا عايزين نتكلم كلمتين في الجد وفي في المعقول يعني. فانزل اعمل لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس كل ما انزل لك فيديو جديد يجي لك الشهر ده على طول. وانزل اكتب في الكومنتات سهل تكون صانع محتوى صعب تكون حامي وابحب الشعب. ولو انا بطلب منك اللايك عشان اللايك ده بيكون اكبر دعم ايجابي ليا ان هو بيروج الفيديو يعني وكده. ومش عايز اطول عليك اكتر من كده عزيزي المشاهد، ويلا بينا على قصه ايوب الجزء العاشر والاخير. عم بقول له انت شفت اللي انا شفته؟ ده من بدري ده موجود وضرب علينا طلقتين بره. مش يا محمد ايوب، احنا كنا واقفين عادي عند التلاجه هناك بنجيب اكل زي ما قلنا لك والله بتاع الطباخ، وفجاه مره واحده هو احنا غلطانين ولا احنا اسفين ان احنا غفلنا الطباخين؟ اسكت يا شايفني، هو ده وقت طباخين دلوقتي؟ ما احنا قلنا ان هم اول ما ينزلوا من هنا احنا هنطلع على التلاجه ناخد شويه حاجات كده نحطها في كيسه سودا انا وعم بقول الشخص ده مسلح صح؟ جه خبط علينا الاول واحنا ما طلعناش حس، وبعد كده رحنا جايين ساكتين خالص. ما طلعنا الصوت. اهدوا بالراحه، انا عارف ان الاجواء توترنا بس لازم ناخد نفسنا كده وبالراحه عشان نفكر هنعمل ايه وهنطلع من هنا ازاي. ماشي اهو، لقيته خبط ولكن احنا ما ردناش، وزي ما قلت لك احنا ما طلعناش حس. فجاه مره واحده راح جاي يضرب طلقتين بره قدام الباب، قدام باب الاوضه. طيب اسمعوني في اللي جاي ده، لسه بقول لهم يا جماعه الخير، طيب اسمعوني في اللي جاي ده. لقينا مره واحده حد واقف لنا في الاوضه اللي في وشنا بطريقه مش طبيعيه، شفنا منظر حد وراح جاي مختفي مره واحده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك زي ما انت شفت كده عزيز مشاهد بعينك بالظبط، احنا كنا واقفين فجاه الشخص ده راح جاي مختفي من قدامنا. اجمد قلبي انا شويه وراح جاي رايح على باب الاوضه ده راح جاي قافله. انا قفلت باب الاوضه من هنا وعينك ما تشوف الا النور. يعني ايه يا ايوب اللي حصل؟ فجاه لقينا مره واحده باب المطبخ بيتفتح لوحده، المطبخ اللي كان واقف فيه عبد الله شايفني وعم بقول له اللي كانوا شغالين فيه الطباخين، ولمجرد ان النور قطع هم خدوا بعدين ونزلوا، ما مش هيشتغلوا في الضلمه فوق. هو المكان ده عزيزي المشاهد، نلاقي الباب ده يتفتح لوحده وفجاه مره واحده النار تمسك المكان كله. زي ما بقول لك كده النار مسكت المكان كله، ما سابتش حته غير لما ولعت فيها. طب والنار دي جت منين؟ هي ابتدت من الغساله اللي كانت قدامنا. احنا لقينا الغساله بتولع من هنا، ما كانش قدامنا حل غير ان احنا نهرب. طب وهنهرب منين؟ من الباب اللي واقف قدامه عم ليلى الراجل المجهول. عبد الله شافني كان خايف يطلع، ابو لول كان خايف يطلع. لولا ان انا قويت قلبهم وقلت لهم يا نموتوا هنا محروقين يا اما نطلع ونموت من الراجل ده ويبقى بنموت واحنا بنحاول. انت مجمع في دماغك الاجواء اللي انا بحكيها لك؟ انت في اوضه بتولع وبره الاوضه راجل مسلح عايز يموتك، وانتوا طلعت تنفار، تطلعوا للراجل المسلح ده ولا تولعوا في الاوضه؟ اكيد طبعا هنطلع للراجل المسلح، على الاقل لو صاب هيسيب واحد فينا. بقينا طالعين من الاوضه ومحدش مسلح طبعا، انا مفيش غير انا ممكن اكون ماسك فوزه في ايدي هي اللي لقيتها قدامي. وطبعا احنا فكرنا في الحلول دي في اقل من ثانيه لان في دخان انت ما تطيقهاش في الحريق اللي حواليك ده. نطلع من هنا يا جماعه الخير ما نلاقيش الراجل، لسه بنكسر شمال من قدام باب الاوضه عشان ناخد بعدين وننزل من سلم الفيلا. نلاقيه في وشنا، اول واحد يهجم عليه الراجل الكبير اللي معانا وهو بلول. هو راح يديله كعب الطبنجه على دماغه، كان من السهل جدا ان هو يضرب عليه نار، ولكن احنا كنا قريبين من بعض جدا لان احنا طالعين بنجري وده جاي في وشنا. احنا نتقابل في النص من هنا، ده لسه بيديله بالطبنجه على دماغه، اروح انا جاي مناوله بالفظع على دماغه. عم بلول اللي اتضرب بظهر الطبنجه على دماغه، وعم ليلى الراجل الملبوس اللي انا مديله بالفظع على دماغه. احاول اساند عم بلول انا وعبد الله شايفني وناخده ونمشي بيه، يروح جاي التاني ماسكني من رجلي يمين شمال مش عايز يحلني، ماسكني من رجلي كده والاوضه بتولع. اروح انا جاي قايل لعبد الله شايفني خد عمك ابو لول واجري انتوا، اجري انتوا ما تستنونيش. وده مثبت في رجلي رغم ان انا مديله فظه في نص دماغه، تقتل الحمار ما بيحسش. عايز اقول لكم الراجل في صحه مش طبيعيه، يشدني شده من رجلي وهو على الارض يفردني جنبه. انا اتهبد على الارض من هنا يا جماعه الخير، الاقي ايه جنب ايدي؟ المسدس. طبعا انا كنت راجل في الجيش وده لحسن حظي، وفي الوقت ده كنت محمد ربنا على نعمه الجيش. رحت جاي شارد اجزاء المسدس وراح جاي طالعه مني طلقه. بابا الحمد لله على السلامه، وعبقري انه ياخد ابوه في حضنه. فين ايوب؟
مش عارف اقول له خد عمك ابو اللول وانزل انت اشبعني بسرعه. وازاي تسيبه فوق؟ ما هعمل ايه يعني؟ هو اللي قال لي انزل وسيبني. ودي ليلى لمجرد ان هي شافت عبد الله شايفني مساند عم ابو اللول راحت عليهم جري بتسالهم ايوب فين. يروح جاي معرفهم كلهم ان ايوب فوق وهو اللي قال له خد بعضك وانزل انت اسبقني. مين اللي تخش الفيلا وتطلعي جري؟ ليلى. دي لسه بتدخل الفيلا من هنا هوب بتسمع طلقه من المسدس. بقيت انا نازل بزك من على سلم الفيلا وقابلت مين في وش ليلى. تروح جايه دي مسنداني واخداني وطالعين بره. ومين اللي يجي؟ البوليس. طبعا البوليس يجي من هنا وكلنا متجمعين بره الفيلا. وعايز اقول لكم ان الدور الثاني بتاع الفيلا بقى عباره عن رماد. انا بقيت شايف شكل الفيلا قدامي مش بخير خالص. النار ماسكه الفيلا كلها. بعديها بدايه المطاف تيجي والاسعاف تيجي تنقلني في المستشفى. تنقلك ليه؟ هو انت فيك ايه؟ ما انا عايز اقول لك ان ريحه الدخان بتاعت النار فوق خلتني وصلت عند باب الفيلا من هنا وليلى مسنداني ورحت جاي واقع من طولي. البوليس كان عايز ياخد اقوالك في حاجات وانا قلت له لما يقوم بالسلامه بس عشان هو مش بخير دلوقتي. اختي فاطمه فين؟ عايز اطمن عليها. ما تقلقش هي بخير وانا اطمنت عليها وهي فاقت والله. وللعلم ماما وخاله وباباك جايين في السكه. جايين فين؟ جايين لك المستشفى. انا جايين من القليوبيه. مين اللي كلمهم؟ انا خدت ارقامهم من عبد الله شافني وكلمتهم وهم على وصول خلاص. اختي فاطمه عامله ايه؟ بخير والله ما تقلق وعايشه معاها كمان هناك الحمد لله. الدكتور بيقول ان في كسر في رجلك. هو ده من ايه؟ عمي قبل ما اقتله وولع فيه. عايز اقول لك ان هو مسك مشط رجلي راح جاي عوجه لي بقى بيتني بكل غل. وانا في ثانيه لثانيه رحت جاي موجه السلاح ناحيه دماغه ومديله طلقه في قرطه. انا اسف يا ليلى بس انا كان لازم اخلص منه قبل ما يخلص مني. انا اللي اسفه ان انا اللي حطيتك في كل اللي انت فيه ده وانا اللي شايلتك مسؤوليه مش بتاعتك. وانت جيت انقذتني من حاجات انت مالكش دخل بيها اساسا. الراجل ده طول عمره طابق على نفسي ومن بعد وفاه ماما وبابا وهو بيقول ان هو الوصي عليا ما بيخرجنيش بره مش مخليني مقربه من صحابي. انا كنت مكتوم نفسي وانت اللي جيت خلصتني من كل ده. بس انت ليه كنت بتقول ان باباك كان عايش وان هو كان شاف السواق بتاع الموقف تقريبا؟ كنت بتقول كده لعمرو بتاع الكاشير؟ كان كل دي تعليمات منه هو اللي كان قايل ان انا اقول كل ده. هو وافق ان هو ينزلني الشغل بالعافيه. حتى المكان اللي نزلني شغل فيه على الطريق الصحراوي ما كانش راضي يخليني اشتغل في اي مكان عادي طبيعي. كويس ان هو خلاك تشتغلي اصلا. على قولك والله ده هو وافق بعد ما خلاص خلاني كنت هقطع شرايين ايدي. يا بنت المجنونه انت كنت عايزه تنتحري ولا ايه؟ بقولك كان طابق على نفسي وكان حابسني في الشقه. اديني خلصتك منه. بيقولوا ان في ست لقى جثتها مولعه فوق. هي ماتت قبل ما تولع. ده مين دي؟ من اعمالهم سلط عليهم. مرات ابويا. واحده بتاعت اعمال وكانت سايبه اختي في حالها وبنتها سبب في تسمم اختي. وانا قلت لامي ولما ارجع لها القليوبيه انا مش هسيبها لازم احبسها. مين؟ قريش انا كنت عايز اقول لك ان انا حبشت هاجر بنت مرات ابوه. يا ابن اللعيبه يا شيف انت بجد اللي انت بتقوله ده؟ اه والله العظيم امك اول ما حكيت لي التفاصيل بالظبط خليت عمي يراجع الكاميرات اللي حوالين بيتكم وشبتنا عليها الادله وهي حاليا بيتحقق معاها هناك. جدع شيف. حبيبي يا ريس شايفني هو انت كنت واقف ورا الباب وسمعنا في كل حاجه احنا بنتكلم فيها؟ مش بالظبط كده يا ريس. انا قاطع ودني من اي حاجه كلام رومانسي. اقفل الباب واطلع بره يا عبد الله. حاضر يا ريس. امك خلاص على وشول قدامها نص ساعه وهتكون هنا. ماشي يا عبد الله امشي من قدام باب الاوضه. حاضر يا ريس. السلام عليكم. انا مش هسيبها تعيش لوحدها في اسكندريه. انت شايف كده يعني؟ انا مش شايف غير كده. وبعدين ابنك مش صغير ابنك كبير. ماشي طالما ده هيريحك خلاص. هو في حاجة تانية، أول ما نرجع لليبيا أنا هخطبها. بس يا ابني فين أهلها؟ فين دنيتها؟ ماما إحنا ما نعرفش حد من أهلها. إحنا أهلها يا أمي. البت مقطوعة من شجر وملهاش غيرنا. أنا من هنا ورايح أبقى أنا أهلها وأنا دنيتها. لازمته إيه كل اللي أنت عملته وكل اللي أنت فيه ده؟ القلب وما يريد. وبعدين البضاعة جاية من بورسعيد زي ما اتفقنا. بكرة هوصل المحل وأديله وش النظافة ونشيل البضاعة في المخزن عندنا ونفرشها تاني يوم. ما بقاش مخزن خلاص بقت شقتك. بقت شقتي. وليلى خدت أوضتي وسريري. ها أنا مش فاهمة ليه يعني كل ده؟ عشان أنا حبيتها. فمن هنا ورايح أبقى أنا أهلها. خليتها تعيش مع أمي وإخواتي. والشقة المفروض ان انا كنت عاملها مخزن ده انا هوضبها عشان تكون شقتنا. واول ما هرجع القليوبيه هخطبها ومن هنا ورايح مش هسيبها وكون انا اهلها. اللي بيحب حد بيعمل اي حاجه عشانه. وانا عايزها شريكه حياتي وعايزها تكون معايا في المحل اول باول وتكون معايا من بدايه الصفر. وطول ما هي جنبي هيبقى المحل محلين وتدعمني وتقف جنبي. اللي بيحب حد بيقف جنبه مهما كانت ظروفه. انا مش هسيبك. لما تختاري اختاري صح. اختاري واحد يكون هو اهلك ابوك يا اخوك سندك في الدنيا. تكوني عارفه ان هو ممكن يبيع روحه عشانك يعمل اي حاجه عشانك انت. وخدي بالك من اختيارك عشان ممكن يكون اكتر بني ادم انت واثقه فيه حاليا هو ده اكتر بني ادم السبب في اذيتك. فلما تختاري اختاري صح. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بجد الغلبان ابن الحلال اللي يجيلك طلعيش عليه عقدك القديمه. هو مش زي القديم. هو جايلك نضيف وانت هتاخد بالك من طبعه وحنيته على اهله هيبقى عامل معاك ازاي. لو جالك واحد وقال لك انا مش شبه شباب اللي من دول ومش عارف ايه اعرف انه معيوب لان هو فعلا مش شبهنا. وده واحد بيحاول يبين لك بس اللي على الوش الحلو كده. ولكن ده اصبري عليه فيما بعد. انا معجب بيك يا حبيتك.
اسم فلان الفلاني وعندي كذا 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 كذا، عيبي كذا، مشكلتي كذا، بس ان شاء الله وانت معايا هتخلي عيوبي مميزات، تكوني عارفه عيبي قبل مميزاتي وتميزيها انت عندك، ومهما كانت ظروفك ابن الحلال اللي عايزك شريكي، لو انطبقت السما على الارض انت يمين شمال بتاعته، لو هيموت مش لازم اعمال عشان يحبك، لان احنا شايفين الحاجات دي منتشره حوالينا كتير، وانا واحد مجرب وحصل فيا ده، ان ما حبكيش من قلبه كده ومن عند ربنا بلاها احسن. يرضيكي يلزمك واحد يكون شبه الكمبيوتر لمجرد ان هو يقرب من ربنا شويه هيكرهك، عيب، خليه يحبك من قلبه ويعرفك ان انت الرهان الحقيقي بجد، وما يقلش منك قدام عيلتك ويقولوا لك يا بختك بيه، ويشيلك من على الارض شيل، سواء امك ابوك اخوك اختك جزامهم فوق راسه، وهيعمل المستحيل عشاني، واي حد من طرفك احنا خدامين، ده احنا بنقول الرضا. يا رب تكون قصه محمد ايوب عجبتكم، وعايزك تدعمني في الكومنتات وتقول لي رايك، وما تنساش احنا اول يوم عيد اضحى مع بعض في سنه ستيفانو من الساعه 6، عايزين نخش فيلم ولاد رزق مع بعض، فيلم مثل الاعلى، عقبال ما تخش فيلمي.